اليوم السابع الجريدة الموالية للانقلاب كانت عاملة لنا مسرد كده بإنجازات عبد الفتاح السيسي، عام استنفاد الانقلاب، في عام استنفاد الانقلاب أو عام بداية النهاية، وكأنهم يزعمون في منجزات. ماشي كويس، أنا عايز ناخد المنجزات بتاعتهم زي ما كتبوها. أول حاجة قالك أبهر الشعب المصري بتفقده حرس الشرف بعد أدائه اليمين الدستوري. يعني مش عارف ايه اللي في، يعني الاول ابهر هم قصدهم بهرة، لكن انا مع ان هو ابهر، ان ابهر يعني قطع ابهرة. الابهر اللي هو الشريان الاورطة، الشريان الاورطة اللي هو الشريان الرئيسي اللي بياخد الدم من القلب عشان يوزعه على كل اجزاء الجسم، فنقول ابهره يعني قطع ابهرة، قطع الشريان الاورطة بتاعه، يعني دبحه باختصار. وأسوأ يعني أسوأ أنواع الذبح هي أن تبهر حيوانا مثلا أو إنسانا أو ما إلى ذلك، يعني أنك تقطع شريانه الأورطة. فإن السيسي أبهر الشعب المصري دي حقيقة كما قالت اليوم السابع، وأنا هنا أنقل حرفيا ما كتبوه. إذا هم ما بيعرفوش عربي فدي قصتهم، يعني هنحاسبهم باعتبار ان هم يعني المفروض ان الصحفي ده يجيد القراءة والكتابة ويجيد اللغة العربية، مش بنحاسبهم على انهم بيجيدوا اللغة الانجليزية، فيفترض ان الصحفي هو رجل يجيد اللغة العربية. لكن هي بهرة، بهره بكذا حتى في الحديث، فان بهرك شعاع السيف، يعني اصل المسألة الضوء المبهر هو الضوء اللي بيخطف الابصار او بيضطرك انك تغمض كده عينيك لما تشوفه. بنشوف على الطرق ممنوع استعمال الضوء المبهر، بنشوف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يوصي فيه بألا ترفع سيفك على أخيك المسلم، فإن بهرك شعاع سيفه، بهرك يعني شفت انعكاس الضوء على السيف ده فخد عينيك أو لفت نظرك. كويس، فإذا حكاية أبهر دي هم عند، لكن إذا قصدهم بهر بقى فأنا مش عارف إيه هو الشيء المبهر في ان واحد بيستعرض حرس الشرف. وبعدين طب دي تعدها تحسبها منجز على الشعب اللي هو ممثل في مسرح؟ يعني احنا بنستمتع كده احنا قاعدين، هو الشعب المصري ده شعب من المتفرجين. انا كتبت مقال قبل كده كان في جريدة الدستور كان عنوانه شعب بصفة مراقب، يبدو انه ما كان قائما، او هذا من المؤكد يعني ان ما كان قائما في سلطة مبارك هو قائم وأسوأ منه في سلطة السيسي، اللي هي سلطة النعجة دولي، السلطة المستنسخة من سلطة مبارك على طريقة النعجة دولي. طيب يبقى إذن السيسي مش ممثل، علشان إن احنا هنقعد مبسوطين كده بطريقة أدائه جميلة فنبقى منبهرين فنحسبها له جميلة. يعني أنا ممكن مثلا أدخل مسرحية لممثل كوميدي فيضحكني جدا فيبقى هنا الراجل ده صنع فيها معروفا، او ان انا مثلا قاعد بتفرج على ماتش كوره فلعيب يجيب جون بشكل جميل جدا فاللعيب ده قدم لي كل ما دفعت نقودا من اجل ان احصل عليه، ان هو اداني المتعه الجماليه للمباراه. لكن يعني الرئيس ده حاجه غير الممثل وغير لعيبه الكوره يا جماعه، فاعقلوا اللي انتوا بتقولوه. المساله الثانيه، ان وزاره السيده التي تم التحرش بها في ميدان التحرير واهداها بوكيه ورد، يا صلاه النبي احسن. يعني هو دورك انك انت تمنع التحرش اولا، ودورك انك انت تقبض على المتحرشين ثانيا، ولا دورك انك انت من بين 2 مليون سيدة اتعرضوا للتحرش تروح، اللي انا بقول ده احصاء وانا رأيي انه في اكتر من كده، انك انت تروح تقدم تنقي منهم واحدة وتديها بوكيه ورد. في عندي 2 مليون سيدة وفتاة مصرية تعرضوا للتحرش، فانا اروح اقدم بوكيه ورد الوحدة، ويفترض ان انا يفترض هما بيسموه كده بيسموه الرئيس، كويس، يفترض ان ده رئيس الدولة، يفترض ان ده القائد والحامي والراعي والقيم على الامن. الامن هو اول وظائف الدولة، اذا الدولة ما ادتكش الامن فقد سقط ما بينك وبينها من عقد اجتماعي، فلما كمان الدولة تتحول الى الطرف المعتدي عليك العقد الاجتماعي انتهى خالص. عشان كمان اللي بيتكلموا عن اي دستور وعن اي مشروعية دستورية وكده، فانا هقول لهم لا العبوا غيرها. ليه؟ العقد الاجتماعي كده حسب جان جاك روسو، ايه حكايته؟ انني اتنازل للدولة
عن جزء من حريتي مقابل أن توفر لي الدولة الأمن ومجموعة الخدمات الأساسية. يعني الأمن منصوص عليه كده لوحده لأنه هو الأهم وهو نمرة واحد. يبقى أنا بتنازل للدولة عن جزء من حريتي، بتقول لي تمشي في الشارع ده ما تمشيش في الشارع ده، بقول لها حاضر. بتقول لي ممنوع المرور في هذا الطريق من الساعة كذا للساعة كذا، بقول لها حاضر. بتقول لي نظامنا التعليمي كذا، بقول لها حاضر. بتقول لي عشان تطلع جواز سفر أو عشان تسافر لازم تطلع جواز سفر بالإجراءات دي، بقول لها حاضر. كل دي قيود على الحرية، يعني كل دي ضوابط للحرية. كويس؟ طيب في المقابل، أنا سمعت كلامك في ده كله، في المقابل أنت هتعمل لي إيه في المقابل؟ أنا هحقق لك الأمن ومجموعة الخدمات الأساسية، الصحة، التعليم، الكهرباء، المية. سيبك من ان كل ده بايظ، لكن خلينا نتكلم في الامن الاول. الان ما يفترض انه مؤسسات الدوله في مصر تحولت الى جهات اعتداء. اقول لك اصل دول ارهابيين. مواطنين ولا مش مواطنين الاول؟ وبعدين الارهاب ده جريمه، انت حكمتهم قدام انهي قاضي وطلعت عليهم احكام امتى؟ وبعدين ضربتهم. الناس مش كلاب بتنضرب بالنار في الشوارع، والسلطه التي تتعامل مع الناس كما تتعامل مع الكلاب تبقى مش دولة، تبقى سلطة احتلال، وتبقى أسوأ من سلطة الاحتلال. حتى سلطة الاحتلال بيلزمها القانون الدولي بالحفاظ على أشياء منها حياة الناس اللي تحت إدارة احتلالها، وما تقدرش إنها تقتل فيهم كده على الكيف. واللي بيعمله الكيان الصهيوني في فلسطين ده جرائم ولا شك في ذلك. واللي بيعمله اللي بتعمله سلطة السيسي في مصر هو من أسوأ الجرائم، لأنها ترتكب ما هو أسوأ من سلطة نتنياهو. لكن الإنجاز اللي يعني اعتبروا أنه في 2 مليون سيدة تعرضوا للتحرش في السيسي، راحت دابوكي ورد الوحدة. يا سلام على الحنية، يا سلام على الإنسانية. فاكرين الجوز الغفر بتوع الزوجة التانية؟ هو كده بالظبط. كويس؟ طيب بادر بإطلاق دعوة للمشاركة، دي الإنجاز التالت. بادر بإطلاق دعوة للمشاركة في يوم رياضي تضمن ماراثون سباق الدراجات. الأول قلنا إن ماراثون الدراجات ده دلالة على الجهل الفاضح، لكن لأنه كنتوا جهلة فأنتوا مصممين على التمسك به حتى في النهاية. الماراثون هو سباق جري على الأقدام، وده له قصة كده. الراجل اللي راح عشان يبلغ مدينته بالنصر فجري المسافة المحددة للماراثون بالمتر وبالسنتيمتر، عندي كانت المسافة من المكان اللي هو بدأ فيه الجري لغاية المكان اللي هو وصل ليه علشان يبلغهم. فلما بلغهم من كتر فرط إنهاكه وقع ميت، فبدأوا يعملوا السباق ده تخليدا لذكراه وتمجيدا للعمل الذي قام به. فاللي يقول ماراثون ما يتقالش ماراثون سيارات ولا يتقالش ماراثون دراجات بالمناسبة يعني. فاللي يقول كده يبقى جاهل. كويس؟ فدي حاجة. الحاجة الثانية انه هو اطلاق سباق دراجات ده بقى من المنجزات. يعني جايبين رئيس جمهورية ولا جايبين منظم حفلات ومنظم مسابقات رياضية؟ يعني ما كان في كده جماعة في الشوارع وفي الحواري في الأحياء الشعبية والريفية في مصر حيث نشأنا جميعا، كانوا نصابين أو بكاشين، كانوا يلموا من العيال فلوس ويروحوا يشتروا لهم بها بعض الجوائز البسيطة بتاع زي رياضي أو كورة أو حاجات بالشكل ده. يقولك هنعمل دورة واللي يكسبها ياخد الجائزة دي. هو طبعا بيقاسم العيال في نص الفلوس، يعني لم 10 جنيه يروح يجيب لهم حاجات بخمسة جنيه وحاجات بالشكل ده. يقولك أصلا أنا دوري إن أنا منظم الدورة. فدلوقتي يعني هنسأل عبد الفتاح السيسي لم كام بالظبط، عشان لم كام من واحد كل عجل ولا أجر لهم العجل ولا يعني عشان يبقى إنجاز. بس وإلا إيه الإنجاز في إن واحد رئيس جمهورية نظر سباق عجل؟ يعني إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيسمع عاقل. طيب الحاجة اللي بعد كده أنه لبى طلب لطفل مصاب بالسرطان واستقبله في القصر الجمهوري. يا سلام. طب أخبار العلاج إيه بقى؟ أخبار توفير العلاج للأطفال المصابين بالسرطان وللأطفال عموما. أخبار الحصبة إيه يا راجل؟ سيبك من السرطان، كلمنا على الحصبة لو سمحت. أخبار مية المجاري إيه اللي أنت قلت إنك أنت هتسقيها للناس؟ يوم 30 ديسمبر مسؤول مصري يقول إن إحنا، وينشر الكلام ده في الجرائد، إن إحنا اكتشفنا بكتيريا بتنقي مياه الصرف الصحي، بتاكل البكتيريا الضارة، بكتيريا نافعة بتاكل البكتيريا الضارة اللي في مياه المجاري، وبالتالي هنبدأ في استخدامها لتنقية مياه الصرف الصحي وندخها لكم في الحنفيات تشربوها. طبعا وانتم بتشربوا مياه صرف صحي من دلوقتي عادي يعني خالص ما فيش مشكلة. كويس؟ طيب
انا هقول لحضرتك على حاجه، اذا كنت تقبل بهذا كان اللي يقبل انه يشرب من مش عارف، مش عايز اقولها بس اللفظ سخيف جدا، اللي يقبل من ده يبقى يعني الحقيقه اقل من مرتبه الحيوانات، لانك انت لو جبت للحمار ميه صرف صحي مش هيرضى يشربها كويس. ولانه انا برضه هقول لحضرتك اعمل تجربه كده مع نفسك، وقع الكوبايه في التواليت وبعدين شيلها من التواليت واغسلها بكل انواع الصابون الممكنه، وشوف كده هيجي لك نفس تشرب منها ولا لا. ده المايه اللي هتتحط فيها مايه ويفترض انها نظيفه ويفترض انها كويسه، بس هل الكوبايه اللي طالعه من التواليت دي حضرتك ممكن تشرب فيها تاني؟ هل المعلقه لو وقعت في التواليت حضرتك ممكن تاكل بيها؟ حتى لو هتغسلها تغسلها بمايه مغليه، هتغليها مع كل انواع المنظفات الممكنه، هل حضرتك